كارثة يا جماعة، وجات للسطح بتاعي، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي. بجد يا جماعة حسبي الله ونعم الوكيل على اللي عملوه في السطح بتاعي. اضطروني ان انا احرق السطح، اولع في السطح البنزين. فعلا يا جماعة قسما برب الكعبة انا ولعت في السطح البنزين، وكل حاجة هوريها لكم في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، وهتعرفوا كل حاجة ومش هخبي عنكم اي حاجة خالص. وكل الناس اللي بتسألني وبتقولي في التعليقات فين الارنب بتاعك، فين الارنب بتاعك، فين الارنب بتاعك، كل حاجة يا جماعة هتشوفوها وهتعرفوها في الفيديو ده. بس اهم حاجة متنساوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في قناة نيامات في زراعة القهوة مش مشتركين، عشان كل الناس تستفاد وكل الناس تخلي بالها من الناس التانية، وكمان تخلي بالها على طيورها من اللي انا هقوله في الفيديو ده. تمام، مبدئيا كده يا جماعة كل الناس اللي بتسأل موجود عندي طيور للبيع ولا لا، على فكرة يا جماعة موجود عندي صغير وكبير وببيع اقل من الاسواق. موجود عندي وز اخضر، موجود عندي بط اخضر، موجود عندي بط نص تربية زي ده كده، موجود عندي كل الطيور، وعندي شحن جميع انواع المحافظات والكمية من اول واحدة لحد 50 واحدة، بس انت اللي بتدفع الشحن فانت براحتك. يعني خدت واحدة انت اللي بتتكلف في مصاريف الشحن، خدت 10 انت اللي بتتكلف في مصاريف الشحن. ممكن بتأجل الاوردر بتاعك لحد ما يكون في كذا اوردر وتبدأ ان انت تنضم معاك فيه. شايفين ما شاء الله البط الشامورتي بتاعنا، شوفوا القناه ما شاء الله الانتهى تاكلها 2 كيلو، شوفوا ريحه عريض وتقيله، الله اكبر. طبعا يا جماعه باكلهم ومقلب ياكلوا ده وبيتخانقوا فيه، اللي هو الكوسبي بتاعنا اللي بكيلو ب6 جنيه، اللي عملت لكم عنه فيديوهات كتير جدا، هوريكم صورته اهو. وتعالوا احط منه للحمام، تعالوا احط منه للحمام معاكم وارجع اقول لكم انا حرقت السطح ليه، ونشوف انا حرقت السطح ازاي، ونشوف كل حاجه مع بعض. طبعا حتى يا جماعة الحمام الرومي ده للبيع، اللي عاوزه موجود للبيع اهو. شايفين طبعا الكزب اهو انا حطيته للحمام، وبصوا هيبدأ بقى هو ينزل من هنا كده لهنا. شايفين شايفين بصوا بينزل من العيون اهو، بصوا اهو شايفين بينزل ازاي، هينزل بقى هو ياكل. طبعا يا جماعه الحمام بتاعي ما شاء الله اللهم صل على النبي كله شغال وكله بينتج وكله بيطلع. انا كنت لسه لامم الزغاليل من تحتيه حتى ما كنستلوش، لسه هكنس له بقى وارجع اوريكم تاني بعد ما اكنس له واظبط له وانضف له واخلي له كده المكان فله. طبعا يا جماعه في كل فيديو الناس بتقعد تسالني عن الارنب، فاق الارنب بتاعك، فاق الارنب بتاعك يا دكتور، لا ما بقاش بتصورني انا على الارنب. الناس تدخل تكلمني تقول لي عايزين ارنب، عايزين السلاله بتاعتك، اقول لهم مش موجود مش موجود مش موجود مش موجود مش موجود. فعلا يا جماعه والله العظيم والله العظيم انا مش موجود فعلا عندي ارنب. الناس بتقعد تقول لي ازاي ده انت كان عندك كميات، طب هنشتري بالسعر اللي انت عايزه، طب ده مش بتصوره. والله العظيم اللي خلاني طلعت واتكلمت وعملت الفيديو ده حد امبارح يا جماعه داخل بيكلمني عن الارنب، يقول لي صور فيديوهات عن الارنب يا دكتور وما اعرفش ايه، فبقول له والله الارنب مات. تمام، راح يقول لي لا انت خايف من الحسد، انت ما اعرفش ايه. طب يا حبيب قلبي ما انا لو خايف من الحسد اخاف على البط ده ومش هطلعه، لو خايف من الحسد اخاف على الرومي ومش هطلعه، لو خايف من الحسد. الحسد مذكور في القران، وطبعا اي مؤمن واي مسلم لازم يكون مؤمن بالحسد. تمام، انت بقى مش مؤمن بالحسد ده موضوع يرجع لك انت. تمام، بس والله العظيم قسما بالله بالكعبه يا جماعه انا ما بصور، يعني انا ما عنديش ارنب عشان اصوره. اصل لو انا فعلا بخاف من الحسد او ما كنت صورت الطيور دي، لو انا فعلا بخاف من الحسد ما كنتش صورته من الاول. بس بجد يا جماعه حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا في سبب خربان الارنب، يعني الارنب خرب عندي يا جماعه. انا حاولت اجيب ارنب كتير جدا ما عرفتش اجيب السلاله بتاعتي تاني. جبت فرنساوي ومات، جبت بلدي ومات، جبت بكميات كبيره، كميات يعني كميات ومبالغ. انا والله العظيم يا جماعه السنه دي من بداية شهر 9 لحد شهرنا اللي فات ده شهر 2 انا صارف حوالي 7000 جنيه
على الارنب الناس ممكن ما تصدقنيش، بس والله العظيم يا جماعه صارف اكتر من 7000 جنيه. انا كنت بجيب حقن اف وماك بتاعه الجرب، والله كنت بجيب الحقنه ب 500 جنيه، والله العظيم كنت بجيب الحقنه ب 500 جنيه. كنت بنزل السوق اشتري ارنب بالغالي ويجي يموت يا جماعه، الارنب بتاعي كله مات، الارنب بتاعي كله جاله جرب، الارنب بتاعي والله العظيم اتحسد، فاتحسد جاله جرب. بص يا جماعه الجرب مش حته قله نظافه والكلام ده، الناس اللي معايا اللي هناك دي كانت جديدة، ما كانش فيها أي طيور ولا أي حيوانات، كنت بنيها مخصوص للأرنب. كانت نظيفة جدا، أنا عندي سلالة الأرنب بتاعتي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليها وعلى إنتاجها. كان إنتاجها حاجة فظيعة، حاجة خرافية يعني، ما شاء الله كانوا بيولدوا بال 13، والله العظيم كانوا بيولدوا بال 13، وكنت كل حاجة بصورها لكم، ما كنتش ببخل عليكم بأي حاجة خالص، لحد ما جالهم الجرب. جالهم الجرب يا جماعة بقت كل ما أجيب يا كيلو، كل ما أجيب يا كيلو، فبالتالي أنا عندي بصراحة ما شردش تاني. بس النهاردة بقى يا جماعة بعد ما سمعت الكلام بتاعت الناس وإقبال الناس على الأرنب وكده، قررت إن أنا أجيب أرنب. بس قبل ما أجيب أرنب كان لازم أعمل الخطوة دي إن أنا أحرق السطح. تعالى أوريكم حرقت السطح إزاي. طبعا يا جماعة عشان القضاء على الجرب لازم طبعا يا جماعه دي اللي هي اللهم صل على النبي البوكل، ده الزير هو، ودي البوكله، البوكله اهي، وبوكله الثانيه اهي. طبعا واضح اثر الحريق يا جماعه، انا حرقتهم في الحته دي الصبح وما عرفتش ان انا اصورهم، ما عرفتش ان انا اصورهم لان الدخان كان جامد جدا والعفره كانت خانقاني، فما عرفتش ان انا اصورهم، بس صورت حته بسيطه كده هدمجها لكم برضو في الفيديو ده وانتوا تشوفوها، بتاعه النار والنار اثر النار موجوده اهي. طبعا حرقتهم ليه يا جماعه؟ لان الجرب ده ما بيروحش غير بالحريق، فانا غسلتهم بكلور، يعني غسلتهم بميه بكلور، غسلتهم بميه بكلور، ورحت اللهم صل على النبي حرقهم ببنزين، جبت بنزين ورحت مولع فيهم جامد جدا يا جماعه، ولعت فيهم من بطنهم ومن عليهم من بره، شايفين ولعت فيهم ازاي، ولعت فيهم من جوه، ولعت فيهم من بره، عملت في نفس النظام في ده كده. دي يا جماعه ادي البوكل والزيار اللي كانوا الارنب بيولد فيها، فعلشان اضمن ان هم خلاص الجرب راح منهم رحت مولع فيهم، وهولع طبعا في العشة، هولع فيها برضو بنزين يا جماعة، وهنشوف مع بعض ان شاء الله. لو انا جبت ارانب هبقى صورها لكم ووريها لكم، دي اول خطوة كان لازم انا اعملها، بحيث ان لو هما جبتهم صغيرين كبار لازم البوكل دي تكون بتاع النهارده يا جماعه، واسف لانفعالي في الفيديو، واسف لاي حد كان عايز يشوف عندي ارنب وكده، بس والله العظيم يا جماعه انا بايدي، انا برضو كحد بعشق الارنب وبحبه جدا وبحب تربيته وبحبه في التصوير والله العظيم. العطار يا جماعه